الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. بإذن الله تعالى وحينو وحكت المامي دولنا حلقة دينا وأه حلقة دي كوبات إنو كجهر ليني تربية أولادة وحيا بها لحقيقة وحلقات نقندونا إن شاء الله تعالى إنو كسو جيدين دولنا دل مرتيفي أهمية أي ليضهي أولادة إلا تربية، أهمية تربية الأولاد في الإسلام. إسلام كدحديسة أولاد أولا تربية أهمية إلا يضهي إسلام كسدو أريك عين كاسياء وقهد لي أي إن شاء الله تعالى حلقة بكوبة كبيرة ولا رياض. الله سبحانه وتعالى وحينات المامي أولاد يقبضكو إن يهين هبة إلهي سبحانه وتعالى وبحيه. ما حد يهبة إلهي سبحانه وتعالى وبحيه يهين هبة ذا إلا قدومه والله أكبره والله ما حد نقى أي واجب كإن صار مبيح. ما حد نقص أي واجب كعقاب كأنه قصوا بحينانا وإن تربية دود لو ناتشيو. الله سبحانه وتعالى وحوله ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامي سماواتك يا أرلضة ملك هذا يلهنش هذا يستوي إنه سكلا يح سماوات كوا وين استغى إلهي سبحانه وتعالى له الله يقولك أنت عليك يوحيان تضبطه إسكه صايا يعرك تضبطه إسك سرايا الله سبحانه وتعالى له وحكود حسقا يا أنت أرد حيسوي له سبحانه وتعالى إسكلا يخلق ما يشاء إلهي وح وضان وضرع يت إلهي سبحانه وتعالى وحولي يهب لمن يشاء إناثا عدة وضانه إلهي قبله أيابه أهبية إلهي بس سبحانه وتعالى سيئة عدة أوضاننا ويلقوا إلهي سبحانه وتعالى سيئة عدة أوضانه إلهي بس سبحانه وتعالى سكوه وضره قفك أوضاننا إلهي وحوكا لك عمد عام وحبد لي إذن واهبة واهبة إلهي سبحانه وتعالى وبحيه ما هدنا قيده وإن إلهي سبحانه وتعالى سدو إن يلي عرورتا يقبضك أكورية وتربية واجباتك إنك صاري إن أينك صابحنا وحيك ترجميسا هبذا أقبل كذا يكم هذا نقيرة يا بيك ترجميسا أولاد ولا رياض وزينة وقرح الدنيا ذن بي قرح فيه إلهي سبحانه وتعالى سلات المامي الله وحوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا حولها يقبضك نرشن الدنيا زينة ذي يقرح ذي ويا حول فربضا يهنتي فربضا أو بلا أبد بلا أولاد أهي قرح نقول ما يصن روح ذا حبا كعلما هذي أولاد دي ميشك المقيين سيمرك أولاد ذا سيقن نقضان من قرح ذو ذو ما يسترينهين مد والدك هو يرى يا أباها يبرشدو إنتو بيكون انتفاعان وقروح دو أصابح دو وإن تربية دي الله سبحانه وتعالى إن فريد أولاد إلا تربية يو وإن لا يصابح أولاد دو النعم والنعم إله سبحانه وتعالى وبحيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. إلهي سبحانه وتعالى وقم النشيغان يعني عدي وابو وري يضو آيات كاسي سبب نزول قارع لهاية هذا نعطينا سعى وقود أن أفسر له إلهي سبحانه وتعالى وقفك وابو وري سيقول كليئة حول إلهي سبحانه وتعالى وسيي وبطن وسيي يويل إذن هو النعم وين ونعم كإلهي سبحانه وتعالى وبحيه عدي إلهي أطيع له إيمان لتي ماذا عمل صالح على تماد الدنك توصناتا
وحيابها اللي يلي أبا المرم بالأيدين كالدغيا أيها أبتكو إكمديهين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين الله سبحانه وتعالى نعم كو بحيو يا أبا المرم تأو بحيو أيها أبتكو إكمديهين قول عليها أولادا إلا تربية إلا وناجيو واجبك ربي سبحانه وتعالى إنك صاري وإنما يسترن إنك صوبحنا وأمر الله سبحانه وتعالى إن أمره إلهي بإن أمر إن أمري بإنقاذ أولادنا أولادنا إن أنو بدبادنا بدباد ضودنا تربيين تودا دين الإسلام كله تربيين أيوه عقيدة هان عقيدة توصل له تربيين أيوه أخلاق ضودا يدقن كودا أنشو حودا أخلاق في عن لغو تربيين أيوه وحقلدا لغي لالن أيوه وحفي عن واجباتك يوددا يطبت توصن لغوها غيو تعين كاسيابة تربية ضد نغنصة ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا هو إيمانك لغيها ليو نفيه نكبت بادية أو أهلك نكبت بادية حاسس كينا يؤبت كينا وهل اليقب دوا وحال كبت بادي سنبو الله سبحانه وتعالى وليه هاي نارا ضب يا عذاب كبت بادي وإن أبغنا أولادنا حلقة كلك يا كليلك يا قرح وإي ترتو وحلقين علي قرح رعين كاسية إن أبحان لتايد باتيسو وإن أبغنا أولادنا حلقة قبو وإيترو إن يغو dalkii loogu talagalay qabowga aan xidhnayn banaanka ay u baxaan oo u baqna waxa raaykaasi yaa inna allahi ta'ala abaha iyo hooyada waa laga abaal marinaya way ku amaanayeen wana ku toosayeen way ku saxayeen laakiin waa tuuduniyo la xiriida waxa ka muhiimsan oo sidaytaasi muhiimad iyo ahamiyad u leedahay la wada dareemayo waxa ka sii ahamiyad badan naarta iyo cadaabka maalinta qiyaame إن أولادنا كبد بعدنا نفهينا كبد بعدنا نقول كبد بعدنا إن مكهرة تربية في عن أولادي اللي هو تربية يو ولا صحة ولا توصية وواجبات إلهي قاكس وبحي أي نقضان ومحرماتك يا معاصي ذا يا حمان تا يا دقن كحون قال كفو قال يا أي نقضان ولا لا يا أبياش يهو يوين هو غادان سدي أولاد نعمة ويهين إني مسؤولية إلهي سبحانه وتعالى إن صاري إني يهين وإن له قاعدة رسول كان صلوات الله وسلامه عليه حديث صحيح وكيري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متكستويد كمد هربا لودري متكستويد كمد أنا وحلويدين دونا وحي الله دري ما أنت قيام والويديريا فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته تذكر المسلمين تأه قف كم مضحظة وأهي هول بال الراعي والله دري ما أنت قيامنا والله ورسن دونا والله ويدين دونا وحي الله دري قف كستو مسؤولية هيا ها هذا كوغس رأي من حوينها ها هذا قف مسؤولية انت كهو سيسا هيا أو برشدة هاولو هيا قف كستوى الويدين دونا وحن مسؤولك كيح وحن نبي الله عليه الصلاة والسلام والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته ننكن وامد لادري إهل كيسا حاس كيسا يا أولادي سي أمت كيسا وأن الويدين دونا وحي لادري ما لنت قيام والويدين يعني. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها وحيد دمرك أهانا من كيدي حاس كيدي وديك يدي قولي جيسي أي الله أدري وقولي جيسي أبد كيسي بمسؤولك تاك وأنا لو يديني أمانة قيامي مسؤول يدي الله أدري ساسا نبي الله عليه الصلاة والسلام حديث كلوح رسولك وكتل ما صلى الله صلى الله عليه وسلم إن قف كستا مسؤول يد الله أدري ومسؤول يد اللو يدين دون أمانة قيامي أحفظ أم ضيع وحلو يديريا مسؤولية دي ميو إلى ليه مسا وضيع
حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، على أهل بيته. إلى أن كان لو يديو أهل كيسي برغيس كل أغلى حاس كيس يا أولادي سكوئك أهايين لا لو يديو كوا مسؤولية أدي أدوين سيدي نعمة ويهين أي مسؤولية ويهين وأن أنت قياما أمام الله ولين ويدين دورا واجبك يا مسؤولية دا إن أنو كصوب أحني يو إن أنو ضيعني أولادي أنا يقومت كين ولا ريال وأمان إلهي بس سبحانه وتعالى إنه وأهمني إلهي بين وليمي وحل إيغيا أما نضع عين كاسيا إن أنو إلى لنه يا أما نضع عين كاسيا خيامه إن أنو كصبينه أما نضع أولاده إلى لنتيضه وإن دينت اللغو هغو وحي في عن لغو توسيو وحي قلدن لغا صليحيو خيانة أولاد الخيامين يو إي أمانة لينور دي بينا وإنو قفكو دنك قلي وايو إنو وحن أكو تربيايو إنو واجباتك يو ودادة توسن أكو تربيين وايو بل إنو يستغو النقضو من حمانة هرموضوه وإيكا قد ضيدان واجباتك ضيعوه ده هرموضوا ويجوا يكجد ضيذان إنه صدى النقضه يمد أنت هواك صوب حين ونقضه والإيريا ولا نوفيرني الله سبحانه وتعالى وحوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم الله آياته روحه إنه قد إلهي سبحانه وتعالى أمانه إنه قد إن لا خيامه إلهي خيامنا والله سبحانه وتعالى أولي ورسولك إيسها خيامنا أماناتك اللي إذين دي بي لإذين ساري خيامها كل كيرا آياته إبتوح على تلمامي الله إشاري أماناتك اللي إنه قد وحكم الله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة حوله وأمان إلهي بإنه قد بي إن أنا نسي الصحن واستعماله يسي قلدر إن الله استعماله أي الله فيرنا يا حساب حساب أنا كذب بيسا الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب الدنيا ذي مالك تيدا حلاش أه حساب كذب بيسا ولسكو حسابية تيدا حارنت أهنا عقاب كذب بيسا ولسكو عقابية أولادنا وأماناتك اللي نول دي بمد كمد أه ولا إيجيو إن أين خيانه لن يمارنه يا إن أين كصابحنه مسؤولية دا أولاد أين يسار ولا غير واجب آدي أقول أي إن يسارا أولادنا إن أين تربيينه حتى إن صفي عن كصابحنه أو إن وناجنه وواجباتك الله إن يسار إن كصابحنه وإن مسؤولية دينا إن جدنه وبإذن الله سيداي كتوصنا دان عدة وقوه وغيسي كرنية فيسا وإنك الدنيا دينا يا آخرة دينا با الدون كينا وإنكو أنفعيا باريين بينا ونقنيا وإن مغليا وإن أطيعيا هذا الكينا ويقيمينيا وإن تعلانيا وإن احتراميا وإن عاونيا وإن قرب استاقيا آخرنا جناتك إلهي سبحانه وتعالى إن أنو متيسنه درجات سرسرة أينو كقلو يا بي السبب إنو نقول يا إن أينو أولاد دينو إنو أولاد دينا أينو توسنو أينو هكاتنو نبي قينو صلوات الله وسلامه عليه وحوله إذا انقطع إذا مات الإنسان إذا مات الإنسان إنسان مركو لنتو انقطع عنه عمله إلا من ثلاث عمل كي سوى قاع صدح موياني قف مركود انت عمل كيس وقايا خير ذنبه يأجر ذنبه شقيسا مايو صدح مرك لك صوحي إلا من صدقة جارية صدقة جارية أصعوني سو قفك ولسي بحي موياني ووحي صدقة جارية قفك ولبحي يستغور انتبه الثواب كيدي يأجر كيدو قاريا مساجدو لسي وحوكو درسدي أوقافو سمي عيرا وقضي حيابها عينك سيا أجر انت إن علي أنت لو انتفاعه إلهي أجر كيدوا وكسينا يا حتى علي ورنت إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به
أما علم لغو انتفاعه وقفكي علم الدين يا برته ذات كان سيب برا إلهي سبحانه وتعالى وكأبال مرنا يا سقور انتي انت علم ذي سال لغو انتفاعه ثوابك يا أجر في الله وسيرية حل الشاهد هو هل كان هل كان أصعنا أو ولد صالح يدعو له أنبا المفي عن أو مناكسن أو صالحا أصدوه أولادنا إنه مر كانوا هالجنين تربيينه ليتأي توصنا ذا حي صواب نغنية هذا كاسم حي صواب نغنية إنه ينحسوس ذا إنه ينصد عيان إنه صدقات إنه بحيان أوقاف إنه سمعيان إنه إن بدن أو بدن أو أدو بدن إله سبحانه وتعالى دمدا في نوي ديان جنات إله نوي ديان ينصد عيان أو ولد صالح يدعو له بل توصنان تيغو أي توصيهين وقال في عن أو ونأكسر أيهين يا إلهي سبحانه وتعالى أجر ونمسينا وحو النبي قلت المام عليه الصلاة والسلام قفك إما لنت قيام درجات كي سكر له قاضي لتورن دون حقيبان ككيني لتوح النبي جوابي باستغفاري ولديك لك المها قيبا دم الله في الله الكوسوي دي مركاسا درجات كي كر له قاضي فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا وحين آذوا تهنيئنا عندي أولاد دولة تربيسة وكس صبرت أولاد إني تربيئيان إلا وعمل آذوا عرص يشقع عرص أولاد إلا تربيئيو وواجب كود الله صبحا ما هو الفضل وهو الوقت قاقا يحوه قاقا يحولها قاقا يفكر قاقا انت بقوا باهن سنفع قيدا يوحتر قيدا قدام أين وقهلنا انتا ان لم يدابا وينو سمينا الدنيا دينا ما كانو جوغنا وينو تعبنا وينو شقينا سيهم قولي الله هلو سي حول الله هلو سي مال الله هلو أولاد دينا ان وقت قينا قلنو حوق قينا قلنو مسكح دينا يفكر كينا اينو قلنو حولهينا اينو قلنو إلهينا ان لطل صارنا وواجب نصارا سي أولاد دينا انو وفينا بعض ينها اينو تلمامني ووحيابها الشيئية أهمية أي لا يضحي أولاد إلا تربية إنتا أنو شيئية كبرا أي أمركا أدي الله يتلمامتي لكن إنتا سنحقق بصرنا إن شاء الله تعالى حلقة حكتا وحيما كنت المامي دورنا وحيابها إنه عاوضي أولاد إلا توسنا دام ويفينا دام التربية في عني يشار وحيابها إنه عاوضي كرا وحكمي ده أي مشيئي دورنا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله على محمد وعلى آل محمد.